بركة مع الله غالب حاول استدعينا القوائم الكل. مرحبا باللي جونا ولاد بلادنا. بون، البرنامج هذا يتعملوا ملتقى شبابي حواري مع المترشحين للانتخابات 2018، تنظموا مؤسسة الياسبين للبحث. المشروع هذا يهدف إلى تنشيط إلى مشاركة الشباب في النشاط المجتمع المدني في مجال تقييم المراقبة السياسية والعمومية في المستوى المحلي. هذا برنامجنا، نحن عملنا فيه دو فورماسيون ولا تروا فورماسيون ورا بعضهم. خدمنا على السياسة البرامج المحلية، خدمنا على توسكي ستاتستيك، شنو البرامج، شنو العباد تحب، شنو ما تحبش، شنو المشاكل نتاعنا نحن بصفة انتم تعرفوا، نحن نعرفوا اللي نحن ولاد البلاد، يعني نعرف المشاكل اللي موجودة يعني في منزل بورقيبة، ماناش باش نحطوا مشاكل مش موجودة، والناس الكل نحاولوا نلقاو حلول للحكاية هذيا. وإن شاء الله توا مع الأخ. يعطيك الصحة فؤاد. مرحبا بالناس كل في المقابلة هذه. اسمي معز ظاهري، باش نكون مسير الجلسة هذه إن شاء الله. نرحب بالمرشحين من حركة النهضة سي عمار بن الحاج حسن، من حركة نداء تونس سي مسعود والي، ومدام سامية بن يونس من حزب بني وطني. الانتخابات البلدية عندها خاصية، ماهيش كما الانتخابات الوطنية. الانتخابات البلدية عندها علاقة بالمنطقة اللي هي تصير فيها، والحاجات اللي هي باش تكون الوعود باش يتم متابعتها عن كثب من طرف المواطنين اللي هم باش يحرصوا على ان الحكايه هذه ما تكونش كانتخابات مجرد حكايه باش نعملوا بها حفله، مي باش تكون هي نقطه انطلاق نتاع جديه اكبر وتشاركيه اكبر في كون الناس يكونوا موجودين حقيقه في الحكم المحلي. هذه مساله مهمه برشا برشا، وهذه نقطه انتظرناها ياسر الحق من مده تقريبا 7 سنين، والحمد لله كانوا وصلنا لها في الاخر. وفرحان ياسر اللي مؤسسة الياسمين بالتعاون مع الشباب من الجهة، وانها صارت الحكاية هذه، وان شاء الله بقدرة الله تكون ثقافة يتم ارسائها في كافة ربوع البلاد ان شاء الله. نشكر ضيوف على الوجود التواجد نتاعهم معنا وعلى قبولهم للدعوة، وباش نفسر شوية كيفاش باش تصير الحوار، باش يصير النقاش في اليوم. باش يكون فما 4 محاور. اولا محور الحوكمة المحلية والتشاركية، المحور الثاني باش يكون عن البنية التحتية، المحور الثالث باش يكون عن البيئة وجمالية المدينة، المحور الرابع عن الموارد البلدية. باش نحاول نتكلموا في المحاور هذه. في كل محور منهم باش يكون فما تقديم بسيط عرض للمحور من احد الشباب معنا فارس وفؤاد، وبعد تقديم هذايا باش يكون فما اسئله بسيطه باش تقدم كاساس للمترشحين باش يحاولوا يجاوبوا عليها في دقيقتين لكل واحد فيهم، وباش تصير قرعه شكون يبدا الاول شكون الثاني وشكون الثالث في كل محور من المحاور الاربعه. هذه المرحله الاولى من النقاش. المرحله الثانيه باش تكون باش ناخذوا اسئله الجمهور، باش نحاولوا نقروا اهم الاسئله 4 5 اسئله باش نحاولوا نشوفوهم، وكل واحد من المترشحين باش ياخذ 3 دقائق باش يجاوب على الأسئلة هذه. في الأخير باش ناخذ دقيقتين لكل واحد من المترشحين باش يكمل ويعطينا معناها الخلاصة أو الختام للكلمة نتاعه. أول حاجة نبدأ بها باش نستدعي المترشحين 3 أنهم يقدموا أنفسهم بسرعة في بعض الثواني. تفضل. شكرا. بسم الله. الأستاذ عمار بن الحاج حسن، محامي في منزل بورقيبة، متحصل على الإجازة في القانون والماستر في قانون الاتحاد الأوروبي على علاقة مع المغرب العربي. عندي نشاط في المجتمع المدني، أنا متقدم في ضمن حركة قائمة حركة النهضة كمستقل، ونعتقد أنه قادر باش نقدم الإضافة في صورة انتخاب المجلس البلدي. صح سي عمارة. توا مع سي مسعود والي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. رحب بكافة الحضور. الأستاذ مسعود والي عاد المنفذ منزل بورقيبة، متحصل على الإجازة في الحقوق وشهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدالة التنفيذ من المعهد الأعلى للقضاء، وناشط في المجتمع المدني وعضو بزوز جمعيات. الكلاسمون تاعي الثالث أنا في قائمة نداء تونس، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لزملائي الحاضرين
والتوفيق لجميع القائمات الانتخابية الموجودة، وإن شاء الله نتنافسوا في كنف الروح الرياضية. ونحن راو التنافس هذا كله راو في مصلحة منصب بورقيبة. وشكرا. يعطيك الصحة أستاذ. تفضلي مدام سامية. شكرا. شكرا على الحضور. اسمي سامية بن يونس، عندي الأستاذية في الحقوق في القانون الخاص. كنت من أصحاب الشهيد العليا المعطلين على العمل، وتوا نخدم معلمة مترشحة على في قائمة حزبية مع حزب بني وطني في الخامسة في الليستة نتاع بني وطني. اي كنت ناشطة في المجتمع المدني. حاولت شوية من مازل بورقيبة، تنقلت معناتها لمدينة أخرى، ما رجعت لها سنين. ومن من من المجتمع المدني هاني تحولت للسياسة ومع والبني وطني. يعطيك الصحة. شكرا مدام سامية. والأكيد هي أهم حاجة في اللقاء هذا هي أن المترشحين الكل رغم اختلافاتهم وربما الحلول المختلفة اللي قدموها للمشاكل بتاع البلاد هذه، اللي هم متفقين الكل على أن مصلحة مازل بورقيبة هي باش تكون أهم حاجة وهي الهدف الرئيسي والرؤية بالنسبة للبرامج بتاعهم. باش نبدأ بالمحور الأول. المحور الأول هو الحوكمة المحلية والتشاركية، وباش يقدم لنا المحور هذا يطرح لنا الأسئلة سي فؤاد شلغوم. تفضل. يعطيكم الصحة ومرحبا بكم مرة أخرى. لهنا باش نحكيو على الحوكمة الرشيدة ونحكيو على مفهوم التشاركية. نحن خدمنا قبل في كمنز بورقيبة خدمة كأول بلدي خدمت في مفهوم التشاركية وجربنا التشاركية. من مشاكل متاعت اللي جربناه في التشاركية كانوا نحضروا 3-4-5-6 من الناس برك، اللي هو مفهوم تشاركية يحكي على باش ناخذ الرأي متاع المجتمع المدني والمواطنين، وباش تكون المشاكل منقسمة عند المواطنين، وباش تكون البرنامج كامل. اللي حبيت نحكيه هنا في السلطة المحلية اللي هي باش نحكيو على المركزية. من المركزية باش نعملوا انتخابات البلدية. الانتخابات البلدية اللي هي باش نعملوا منها مجالس جهوية، ومجالس جهوية باش ننتخبوا منها مجلس أقاليم. مجلس أقاليم في النطاق التشاركية والتشاركية اللي الفعالية اللي باش تصير إن شاء الله ونبدأ نخدموا فيها، اللي هو باش تولي عنا الاستقلالية المالية. ومن الاستقلالية المالية عنا الشخصية القانونية اللي هي باش نحدوا فيها الأولويات نتاع الحكاية نتاع البرامج نتاع البلدية، اللي نحنا باش نكونوا نهار آخر في تشاركية في تحديد الأولويات وفي البرامج نتاعنا نحنا إن شاء الله مستقبلا. حاجة أخرى كي نحكيوا على السلطة المحلية نحكيوا على ثلاثة مبادئ. المبدأ التدبير الحر. مبدأ التدبير الحر كان باش نحكيوا عليه نحنا. التدبير الحر هي أولوية الجهة، هي أولوية الجهة حسب الميزانية، حسب ميزانية الجامعات المحلية والمجتمع المدني. ثم باش نحكيو المبدأ الديمقراطية التشاركية. مبدأ الديمقراطية التشاركية اللي هو باش نشاركوا فيه المجتمع المدني ونشاركوا فيه زاد المواطنين، اللي هو أهم حاجة بالنسبة للمفهوم التشاركية. وعندنا زاد الحوكمة المفتوحة. الحوكمة المفتوحة اللي هو كل ما هو شفافية، كيفاش باش نقوموا في النطاق هذا بتاع الشفافية. كيفاش نحن خزرنا في الوقت. نحن في البرامج بتاعنا في البرامج بتاعت الشاركية خزرنا قلنا حتى حد ما يوصل له توصل له المعلومة. في البرامج كما نعملوا في الاجتماعات يجيوا 3 أو 4 من الناس، تختارهم مجموعات معينة يعيطوا لهم باش يحضروا باش يقروا على قرار معين. كيفاش الآليات والطرق والأساليب اللي بيستعملوها انتوما كقوائم في إرساء مفهوم التشاركية؟ هذا السؤال يعني الأولاني اللي حبيت نسأله أنا، كيفاش باش ترسخوا مفهوم التشاركية في نطاق برامجكم؟ يعني هذا السؤال المحدد اللي هو كتجربة سابقة ما نشحتش كل التجارب. حطوا اللي بانو هذيك اللي قدم البلدية، عملوا بحثوا الجوابات. ما استعملوش لي راديو، ما استعملوش حاجات أخرين، ما نعرفش هذا يكون في برامجكم انتوما. إرساخ عملنا زاد المجالس المحلية. المجالس المحلية ما كانتش متنوعة، كانت هما العبيد هما بيدهم في المجلس هذا في المجلس هذا في المجلس هذا في المجلس هذا. حتى كي حابين نفعلوا التشاركيه ما نشحتش العمليه بالنجاعه اللي نحكوا عليها نحن، ولا نخمولها نحن مستقبلا. سيبو.
صح فؤاد. شكرا. نذكر لي بطبيعة في نفس المحور بالنسبة للمترشحين تنجموا تحكوا على أي حاجة أخرى بخلاف يعني السؤال في حد ذاته اللي هو السؤال الرئيسي كيفية ترسيخ التشاركية، الطرق اللي بتسمى ترسيخ التشاركية وضمان أن الأهالي مازل بورقيبة يكونوا أكثر مشاركة في الحكم المحلي. باهي توا باش نعملوا قرعة بالنسبة للثلاثة مترشحين باش نشوفوا شكون باش يتكلم الأول وشكون الثاني وشكون الثالث. باهي بني وطني الأول تاني حركة نداء تونس والثالث حركة النهضة. مدام سامية عندك دقيقتين باش تجاوبي على تفضل. باهي بالنسبة للمبدأ التدبير الحر هو مبدأ جديد معناتها هو من مبدأ مبادئ الديمقراطية الحقيقية معناتها في القانون. التدبير الحر مش معناتها يلزمنا نشارك المواطن في اتخاذ القرار وفي وضع البرامج ومتابعتها، ويلزمنا زيادة نوصلوا له المعلومة معناتها المواطن يلزمه يكون نافذ للمعلومة ويزلنا نستشيروه ونتشاوروا معاه ويلزم القرار وفان كانت القرار يلزم يكون مشترك بيننا احنا معناها كحزب ومعناتها حزب مترشح للبلدية احنا والمواطن يلزمنا نتشاركوا في اخذ القرار. هاني قلت أن الطريقة العملية هي الاستشارة، استشارة المواطن والتشارك معاه ومعناته أخذ رأيه في اتخاذ القرار، وكذلك تفعيل دوره الرقابي. يعني المواطن عنده حق مكفول بالدستور، حق مكفول بالدستور أنه يشارك في اتخاذ القرار وفي معناها في المراقبة. شكرا على التدخل نتاعك مدام سامية. نتوا نمروا للمتحدث الثاني اللي هو سي مسعود والي من حزب نداء تونس. تفضل. بارك الله فيك. لمبدأ التشاركية، نحن في حركة نداء تونس الراوة التشاركية تنجم تتفاعل بصفة واقعية بطرق سهلة برشا وعملية برشا. عنا أول حاجة المجتمع المدني بمكوناته، فما المنظمات وفما اللي عندها منها علاقة بالمجال اللي بتاع الاستشاري وفما زادة الجمعيات. المشاكل اللي كنت تحكي عليها تقول أنت ثلاثة أربعة من الناس، المشاكل في تلقاها مع المجتمع المدني وقت البلدية تركز مع جمعيتين ولا ثلاثة جمعيات وقت تكون زادة الجمعيات تكون ما عندهاش التساق كبير بالواقع، ما عندهاش عمق شعبي. دونك الجمعيات ماذا بينا نتحراو قبل ما نشوفوا الجمعيات ومدى نشاطها والعمق نتاعها معناها ومدى وجودها في الواقع في التيرا. أجل الحاجة حبيت نشير لها. كيف زاد عنا وسائل الاتصال الحديث، نجمو نعملو دي سونداج بيبليك على الانترنت، نعملو صفحة التواصل الاجتماعي خاصة بالبلدية ونعملو فيها دي سونداج بيبليك. كيف نجمو نعملو زاد حتى سونداج مباشر معناها مع المواطنين إذا العملية تهم مثلا حومة ولا نهج ولا حي، نجم نتصلوا اتصال مباشر بالمواطنين. هذه كيفاش نراوها نحن التشاركية في الحكم وفي اتخاذ القرار وحتى في زادة في التدبير الحر في اختيار الأولويات، لأن نعرف الإمكانيات نتاع البلديات اون جينيرال محدودة. دونك يزمنا نعرف ونختار جيدا الأولويات. شكرا.
يعطيك الصحة أستاذ. أول مرة سي عمارة من حركة نهضة، تفضل. ومن حسن حظنا في منزل بورقيبة كيف نحكيه على التشاركية أنه كانت عندنا تجربة رائدة في منزل بورقيبة، على ما أعتقد هي التجربة الأولى في الجمهورية في خصوص التشاركية. تبقى بس نعرفوا التشاركية هي معناها تدخل ولا مشاركة المواطن في اتخاذ القرار البلد. تبقى زادة نزيدوا يزلنا ننتبهوا للموضوع آخر اللي هو مجلة الجامعات المحلية اللي تمت المصادقة عليها مؤخرا وتأثيرها وتقنينها للموضوع ذي. مجلة الجامعات المحلية يعني تقنن التشاركية في مواضيع محددة خاصة في البنية التحتية، يعني تشريك المواطن في اتخاذ القرار في المراقبة من بعد. تبقى في خصوص يعني آليات تحقيق التشاركية هو تحديدا التواصل مع المواطن. احنا نقولوا انه يعني المجتمع المدني عنده تأثير وعنده حضور مهم قبل مجلة الجامعات المحلية ومن بعد المجلة. التواصل مع المواطن يكون عن طريق المجتمع المدني من ناحية أولى، عن طريق وسائل التواصل الحديثة اللي احنا تويك معناها نحكيه على الريزو سوسيو وما اللي متوفرين تويك، نحكيه كذلك على الجديد اللي جات به المجلة هو في خصوص كيف الجارد يتنشر على في خصوص الجماعات المحلية في خصوص القرارات في خصوص المشاريع المزمع إنجازها وكذلك في خصوص يعني آراء المواطنين. يعطيك صحة سي عمارة. طبعا هذا كان المحور الأول اللي هو كان عن الحوكمة المحلية والتشاركية في بلدية منزل بورقيبة. المرة طول المحور الثاني واللي هو البنية التحتية واللي بش يقدم هنا سي فارس، تفضل سي. فارس بجاوي قائد في حركة كشفية منزل بورقيبة. بدينا نحن خرجنا عملنا استبيان في منزل بورقيبة، مشينا سنتر منزل بورقيبة، مشينا حي ثورة ترانسفار برشا مناطق، ما كان نسبة الرضا على البنية التحتية نتاع المتساكنين متنوعة من منطقة الأخرى. كما نشوفه مثلا في السنتر تاع منزل بورقيبة فما نسبة رضا مثلا تاع المتساكنين، فما طرقات بيايا مريقلة، فما تنوير، ما كي تهبط تحت السكة من سوق العصر وانت هابط فما وضع نسمى كارثي. فما مناطق ما عندهمش حتى تصريف المياه، ما فما مناطق ما عندهمش حتى يعني ماء صارح للشراب. يعني في 2018 كي تشوف الدوائر جديدة كيما قرنغزير كيما البلاط كيما الحليفة، مناطق يمكن يقول لك ما تربطني بالبلاد التونسية كان بطاقة تعريف والكابل الضوء فقط. يعني لهنا السؤال متاعي باش يكون شنية الأولويات متاعكم يعني كأحزاب في المناطق هذية، وكيف باش تعملوا يعني باش تبدوا بالمناطق الريفية أول حاجة ولا بالمناطق في السنتر يعني في المدينة؟ يعطيك الصحة فارس. كانت هذا السؤال على البنية التحتية، وتوا كيف باش نعملوا قرعة بالنسبة للثلاثة قائمات؟ شكون باش أول والثانية فارس؟ مرة أخرى بني وطني الأولى نفس ترتيب مرة أخرى.
عاودة. نهضة بني وطن. فيسبوك ها تو كي طلع فيسبوك كل ما بدل لايف على فيسبوك والاسئله اللي تروح باش تروح على المشاهدين نتاعنا باش 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 نخلو في عين الاعتبار باش تشوف انا صحة. نرجع مرة أخرى وتوى للمحور الثاني اللي هو عن البنية التحتية، ونذكر المشاهدين متاعنا في عبر الفيسبوك لايف أن فما سؤالات اللي يحبوا يطرحوها ينجموا يطرحوها ومن بعد باش يطرحها للمترشحين. في المحور الثاني كان التقديم بتاع فارس يعطي الصحة، وكان سؤال خاصة عن ما هي أولويات
المجلس البلدي القادم في مجال البنية التحتية، وشنية المناطق بالذات اللي هي ذات الأولوية في منزل بورقيبة. باش نبدو مع سي مسعود من حركة نداء تونس، تفضل. بارك الله فيك. هو في الحقيقة السؤال بتاع سي فارس فيه بتي بيج، معناها شنية المناطق اللي عندها أولوية. بالنسبة لنداء تونس راه معناش منطقة ذات أولوية ومنطقة ما ذات أولوية. بالنسبة لنا نحن كي الأرياف كي المدينة عندهم نفس الأهمية ونفس الاهتمام بالنسبة للحزب نتاعنا. نحن باش نحاولوا أول حاجة نعالجوا مكامن النقائص اللي موجودة. بار اكزامبل تو نحن ما نجموش نحكيو على بلدية والعمل البلدي، عندك مواطنين في الدائرة البلدية التوا ما عندهم الشبكات تطهير صحي، ما عندهمش ماء صالح للشراب. هذه من أكثر الأولويات وموجودة في الأرياف نتاع منزل بورقيبة. بالنسبة لنا نحن عندنا خاصة منطقة مهاني، فما زادة كيف منطقة الجواودة، فما فيه نشير هارون وفي البلاط ناس ما عندهاش الماء. معناها هذايا ما عادش مقبول في 2018. هذايا باش نحاولوا نخدموا عليه تري بروشينمون، وراهو فما معناها مشاريع اللي هي معناها وقعت المصادقة عليها، وفما ديبلوكاج دو لارجون معناها خاصة بالنسبة للتطهير الصحي، واللي باش تبدا معناها اللي باش تبدا باش معناها باش تبدا في حيز التنفيذ في بالي 6 شهور القدام. معناها مش خدمة أحزاب توا ولا حاجة باش حتى حد ما يقول هاني عملت. هذه مشاريع مبرمجة من قبل، فهمت. حاجة أخرى بالنسبة لنا في البنية التحتية عنا التسكي المسالك الريفية، التنوير خاصة بالنسبة لمداخل القرى ومدخل مدينة منزل بورقيبة، كيف عنا تنظيم السوق وإحداث محطة جامعة للنقل، كيف زاد عن أعداد الأمثلة بتاع التهيئة الترابية بالنسبة للمناطق البلدية الموجودة. بارك الله فيك. طول مرة نحاولوا بالنسبة للأشياء اللي بقت بالنسبة للوقت لثلاث دقائق. مسالش فما برا تول مرود سي عمار حركة نهضة، تفضل. شكرا. احنا كيف نحكيه على البنية التحتية مش نحكيه سرتين مو على طرقات على شبكات تطهير، وممكن زيادة نضيفه حتى شبكات الاتصال. تبقى يمكن اللي تميزت به القائمة هو معناه طريقة الطرق باب بورت ا بورت. هل الأسلوب اللي اعتمدناه مكننا باش نقف على عديد الأشياء في خصوص منزل بورقيبة اللي جاء عليها فارس بكري في خصوص وسط البلاد وخارج البلاد. تبقى اللي يشد أكثر هو المناطق اللي محرومة كومبليتمون من البنية التحتية. نحكيه حتى على مناطق قريبة، كيف نحكيه على شلغمية ودوار بيك رابح هكا. هذايا معناها زيارتنا ليه كانت مفاجأة بالنسبة لنا احنا، إذا ما فماش ولا يعني بنية تحتية بالمعنى يعني السطحي. فماش طرقات، ما فماش قنوات تصريف، كذلك فما المناطق الريفية اللي اليوم شملتها المنطقة البلدية، واليوم ولينا يلزمنا البلدية تهتم بها في خصوص كذلك طرقاتها، في خصوص قنوات الصرف، وكذلك مبدأ اعتقادي أنه مبدأ مهم جاد به المجلة هو مبدأ التعديل حتى في خصوص الميزانيات. زاد البلدية لازمها تنظر للمناطق اللي تاخذ عليها واللي تنتمي لها مبدأ التعديل. معناها مش معقول اليوم أنه مناطق فيها البنية التحتية متطورة إلى حد كبير، ومناطق أخرى البنية التحتية معدومة تماما.
هذا في اعتقادي انه الممكن المجلس البلدي يهتم به التعديل بين المناطق. شكرا سامارة. توا نكملوا مع مدام سامية بالنسبة للمحور هذا، محور البنية التحتية، تفضلي. به بالنسبه للبنيه التحتيه، به فما احنا كيف نمشيوا للمجلس البلدي ان شاء الله عنا اولويات. بالنسبه لاولوياتنا، فما ما اكيد باش نمشيوا للمناطق الريفيه خارج المدينه، باش نتلهاو بالمسالك الفلاحيه خاصه في الجواوده وام هاني والحتحات، وباش نشوفوا كيفاش نوصلوهم بشبكات التطهير، وكذلك بالربط بقنوات المياه الصالحه للشرع. وفي وسط المدينه ان شاء الله فما عندنا معناتها اولويات كذلك، هي الطرقات معناتها تحسين الطرقات وتحسين كذلك الإنارة، خاطر فما برشا أماكن هنا في مازل بورقيبة تفتقد للطرقات المعبدة وتفتقد كذلك للإنارة. وكذلك في وسط المدينة عندنا مشكل كبير ياسر، اللي هو مشكل المباني الآيلة للسقوط. يعني المشكلة هذه ما لازمناش معناتها نتغاضوا عليها وما نلتفتوا لهاش، يعني هي مشكلة كبيرة وقاعدة ديجا معناتها فما برشا أبنية قاعدة تتهاوى وتسقط على المواطنين. يعني هذه من أولوياتنا إن شاء الله في المجلس البلدي. البنية التحتية فما كذلك أم هاني معناتها لازمنا نلتفتوا لها، فما معناتها برشا مشاكل من ناحية الطرقات ومن ناحية معناتها البنية التحتية متاحة، معناتها لازمنا نلتفتوا لها كيف المناطق متاع مازل بورقيبة للكل إن شاء الله. شكرا مدام سامية. كانت هذه الإجابات على المحور الثاني اللي هو على البنية التحتية. في موضوع يعني قريب من البنية التحتية، محورنا الثالث باش يكون على البيئة وجمالية مدينة مازل بورقيبة، وباش يقدم لنا الموضوع هذا فارس مرة أخرى. تفضل سي فارس. باش نحكيو على جماليه المدينه، يعني باش نحكيو على مدينه تحلو فيها العيش. مازل بورقيبة هي مدينه 7 حدائق اللي هي معناها تتميز على برشا مدن اخرين، لكن هالسبع حدائق هذوما ماهمش قاعدين مستغلين، واصلا ولاو مرتع للمنحرفين، يعني كيما حديقه المغرب العربي. باش نحكيو زيادة على الحدائق، باش نحكيو على عائلات ماش عندها وين باش تقعد كابار معناها جرة شتوتغارت. بالنسبة للحاجة الثانية باش نحكيو على المناطق السوداء اللي في مازل بورقيبة. عنا 12 منطقة سوداء اللي تتسبب فيها نسبة كبيرة من الفضلات. كيف زادة باش نكملوا في التلوث ونحكيو على الفحم البترولي اللي جيبس رفضت انه يهبط الفحم البترولي عندها، وقالت يهبط كان كونتيتي اللي يستحقها المعمل متاعي. تونس كيف رفضت الفحم البترولي، وبنزرت ميناء بنزرت كيف رفض، قال لك يمسخ لي المدينة، لكن مازل بورقيبة ساكتة وقبلت ان تهبط الفحم البترولي عندها. ومن طوع ماهيش قاعدين يخلصوا في التاكس نتاع الفحم البترولي اللي نما ما تدفع للبلدية. ثاني باش نحكي وزيادة هذه بالنسبه يعني للبيئه والتلوث. باش نمشيو زيادة تاو للتظاهرات الثقافيه والرياضيه بالمحور تبع جماليه المدينه. اوكي ثقافه وحدث دي جست باش نكمل سؤال بركه. خلصت يعني القول نتاعي انا، شنو باش يكون البرنامج نتاعكم في خص التلوث والنظافه، واسكو باش تكملوا يعني المشاريع الفارطه اللي خلت لكم النيابه الخصوصيه كيما مضيف الشبابي، كيما المساحات كيما مسرح الهواء الطلق،
كما تنظيف بحيرة جينجلا، اسكو هذه باش تكملوا في المشاريع ولا لا؟ يعطيك الصحة فارس. فما برشا محاور ممكن ربما يكون أهم الأولويات، يمكن تقريبا حكاية الحدائق واستغلالها والمناطق السوداء والفحم البترولي فيما يتعلق بالتلوث. باش نعملوا قرعة كيف كيف على المحور الثالث. شكرا. المتحدث الأول بالنسبة للمحور الثالث حركة النهضة. يعطيك الصحة حسام. توا نبدأ مع حركة النهضة ومع سي عمارة، تفضل. شكرا. هو بالنسبة لل النظافة والبيئة وجمالية المدينة، هو نتكلم انا قبل ما بالنسبه للمحور هذا هو ان غران شونتي بالنسبه للبلديه مع البنيه التحتيه. بالنسبه للمنزل بورقيبه، منزل بورقيبه الاشكال نتاع المناطق السوداء هذا يؤرق الجميع، يتبقى يلزمنا نربطوه بامكانيات الحاليه للبلديه في خصوص المعدات، في خصوص معنى الطاقم البشري. كذلك بالنسبة للمعنى المحور اللي يحكوا عليه الناس كل هو الفحم البترولي. الفحم البترولي من الحلول المقترحة انه يكون معناها تنزيله في حاويات مغلقة وما إلى ذلك. تبقى هنا فما إشكال مع الشركة في خصوص الكلفة. تبقى كذلك نقولوا أنه تهيئة برد بنزرت مش يحل نوعا ما الإشكال. زادة لازم نعلموا اللي التاكس اللي تدفع فيه الشركة مش تاخذ فيه البلدية، ومن واجب البلدية تاخذ فيه الفولاذ، تاخذ فيه الفولاذ 4 دينارات تاخذهم فولاذ الكل، الوركو لازم تاخذ شطر، والباقي الألفين هما كل طن لازم يكون مخصص لتهيئة معناها الكياس الطريق اللي باش تعدوا عليه الشاحنات هذو. هذا في خصوص الفحم البترولي. في خصوص الجمالية انه منزل بورقيبة فيها الحدائق العمومية بقى صيانتها فيها إشكال على خصوص الـ يعني المعدات، كذلك خصوص الطواقم يعني المختصين في الغرض، إنه اليوم اللي يقوم بمعناها بصيانة ولا بتعهد المناطق الخضراء في منزل بورقيبة ما همش من أهل الاختصاص، وهذا يطرح إشكاليات جديدة على المجلس البلدي. يعطيك الصحة سي عمارة. توا نمر المدام سامي وطني، تفضلي. بالنسبة للنظافة والعناية بالبيئة، الأهم حاجة هي القضاء على النقاط السوداء في وسط المدينة وفي الدوائر متاع السوق وفي برشا نقاط سوداء لهنا في منزل بورقيبة لازمنا نتخلصوا منها معنا. وباش يصير الشيء هذا الكل يصير معناتها برفع الفضلات في أوقاتها وبالإمكانيات معناتها المتوفرة لدى البلدية. وبالنسبه للحدائق معنا الحدائق العموميه لازم معناتها نتعهدوها احنا كبلديه معناتها بالصيانه وبال هي معناتها أهم حاجة هي صيانتها الحدائق العمومية باش تكون معناتها الصغيراتنا معناتها يلعبوا فيها وهي مقصد معناها مقصد للعائلات في منزل بورقيبة معناها. وباش يلزم معناتها الفضاءات اللي معناتها ينشطوا فيها خاصة السوق والدوائر متاع السوق
معناتها لازم نتخلصوا من 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 الفضلات الموجوده الغادي معناها. شكرا مدام سامي، يعطيك الصحه. تو نمروا اخيرا مع سي مسعود، تفضل لك الكلمه. والله هو تو الاخ معناها اعطى اشارات وسمى ملفات بعينها، صعيب ياسر واحد باش يجاوب على النقاط كل فرد نظرا لضيق الوقت المخصص. باش نحاول نختصر كرو ماكسيموم. انت تو قلت فما 12 نقطة سوداء، مازا بورقيبة كلها نقاط سوداء، كلها نقطة سوداء بالنسبة لي انا. باش نحكي لك انا حاجة، الحشيش وصل البلاد زوز متر ولا في شيء يعمل العار. جربوا ينقز نهار كامل يمشي تو حي نجاح تشوف الفار يدور في النهار وقال معناها حتى مشكلة صحية ولات أكثر من هذا. بالنسبة لنا احنا أول حاجة لازم ساعة دعم الموارد المادية والبشرية للبلدية بشيق على الأقل رفع الفضلات في وقتها. بالنسبة عنا للحدائق العمومية لازم يتم تثمينها، وعلاش ليه نفكروا في طرق جديدة لاستغلالها وانها تكون مركز متاع ترفيه ومتاع نشاط ومتاع معناها مقصد للعائلات. بالنسبة للنقطة متاع الفحم البترولي هي فيها برشة اطراف ومسألة معقدة شوية، لخاطر هم جاءوا على المنزة بورقيبة على اساس مسألة وقتية، لكن نعرفوا نحن البروفيزوار كيدور. انا اظن اذا يقع احترام شروط تنزيل الفحم البترولي الشروط القانونية الموجودة واحترامها من طرف شركة ستام ما كانش يصير التلوث هذا. حاجة اخرى، فما شاحنات اللي قاعدة تهز في حمولة زايدة برشا، وهذا اللي يزيد يعكر اكثر الوضعية. فما شروط صحية وبيئية مفروضة وموجودة بالقانون مش قاعدة تطبق، هذا هو اللي عمل التلوث الكبير. وانا راه شخصيا كنت متابع الملف بسيفتي، ما انا كعاد المنافذ ومشيت عملت عديد المعاينات غديك وشفت، ومن اول العباد اللي اثروا على الحكاية. يعطيك الصحة سي مسعود، وشفت كيفاش ما انا في نقطة واحدة. شوف مازال محور بقدرة نعطوه ثلاث دقائق ممكن حكاية الموارد البلدية ما نشي ما نعسفوش. كنت حبوا اي نجم ناخذ واحدها ونعمل عليها تخطيط مش مشكل. هذا المحور 3.5 محور الثقافة والرياضة الى اخره. تفضل. اوكي خضره
باهي مرحبا بكم مرة أخرى. تحدثنا في ثلاثة محاور إلى حد الآن، واللي هي كانت الحوكمة المحلية والتشاركية، وثانيا البنية التحتية، وثالثا البيئة وجمالية المدينة. تو ما زلنا زوز محاور، زدنا محور اللي هو على الثقافة، والمحور الخامس باش يكون على الموارد البلدية. باش نضيفوا دقيقة لكل متحدث، باش تولي ثلاث دقائق معنا بالنسبة للإجابة على الأسئلة اثنين هذوما، وبعدها هي إن شاء الله بيشيكون في أسئلة الجمهور ثلاثة دقائق، وبعد في الاختتام بيشيكون ثلاثة دقائق كيف كيف، يعني مازال تقريب 12 دقيقة لكل متحدث من ثلاثة. بش قد منا المحور متاع الثقافة فارس مرة أخرى، فضل فارس. بالنسبة للمحور تاع الثقافة في منزل برقيبة، ما بقينا نعمله في المهرجانات كان مثلا في رمضان، بقينا من رمضان البلدية اخذتها جمعية إكس، بقيت ديما كل رمضان تعمل في المهرجان هذا. معناها فمي شنو كان نرجع قبل نشوفه، كان تصير لكارنفال في منزل بورقيبة، تحضر فيه تشارك فيه معناها شركات، وتقوم الشركات هذيك بتقديم المنتوج نتاعها، ويصير كارنفال كبير في منزل بورقيبة. يعني ما هذا ما عادش قاعد يصير، بقينا ولينا نحلموا يعني منزل بورقيبة باش نرجع قبل كيما قبل. بالنسبة للشباب كيفي أنا كيف غيري ما عنده وين يمشي، أبار باش يعمل سبور، أبار ستاد يعني ما عندوش بلاصة أخرى باش يمشي لها، وإلا باش يلعب هوند في القاعة المغطاة. اسكو فما مشروع نتاع رياضات جديدة باش تدخل المنزل بورقيبة، وشنو هي البرنامج اللي معناها كحزب انت باش تقدمه للشباب؟ شكرا فارس، يعطيك الصحه. قبل ما نمر للاجابات نتاع المترشحين، نعاود نذكر اللي اسئلتكم مرحبا بها، باش اللي تحبوا توجهوها للمترشحين مرحبا بها بالنسبه للمحور هذا والمحور المحاور السابقه زاد كيف كيف. الأسئلة كانت عن مسألة الثقافة، مسألة المهرجان، وكيفية تطوير النشاط الثقافي في منزل بورقيبة، وكيف كيف مسألة تنويع النشاط الرياضي في المدينة زادة كيف كيف. قبل ما نمر للمترشحين الثلاثة عنا قرعة مش نعملوها. تفضل حسين. المتحدث الأول بش يكون سيما سعود من نداء تونس. الحدث الثاني باش يكون بني وطني مدام ساميه، والثالث نهض. شكرا لك سيما سعود، عندك ثلاث دقائق تفضل. بالنسبه للمجال الثقافي واللي نربطه انا بالمجال معناها الشبابي ورعايه الشباب، نحن طبعا عندنا اشكاليه كبيره ياسر في منزل بورقيبه، اللي معناها شباب منزل بورقيبه ولا اطفال منزل بورقيبه ما عندهم كان الشارع، ما فماش اطر ثقافيه ولا تربويه معناها خاطي المعاهد والمدارس ان تجمع الشباب والطاقات هذه اللي نحن عندنا تو في نداء تونس. البرامج الموجوده هي بقدرة ربي بالشراكة مع القطاع الخاص وبالشراكة مع المجتمع المدني، نحاولوا ان نعاودوا نفتحوا سينما اولمبيا، وهي راهي معناها مش حاجة سهلة خاطر تتكلف برشا فلوس. كيف كيف اللي في بالي بيه تمت الموافقة مؤخرا على انجاز مسرح هواء طلق، وإن شاء الله يكون هذايا معناها نقطة انطلاق الأحياء المهرجانات ولا مهرجان خاصة الصيفي في منزل بورقيبة. كيف كيف أنا نظن أنه للشراكة مع المجتمع المدني نجم نعمل بها أنيماسيون كبيرة برشا وسط البلاد،
خاصة نرجع للحدائق العمومية والمساحات الخضراء، ونجم نعملوا كلي سبيكتاكل دو رو والانيماسيون دو رو، وتكون مجالات للإبداع بالنسبة للي جون. بالنسبة للتوسكي ثقافة خاصة بالنسبة لي أنا سي تريز امبورطون أنه أولادنا يتثقفوا في المسرح في السينما، ونبعدوا على القهاوي واللي سالجو ونعرفوا التأثيرات نتاعها سلبية. إن شاء الله نحن نقولوا البرنامج هذا يكون نحن نحاولوا نكون حاجة واقعية راهو باش ما نبيعوش الأوهام. ولا بالنسبة للمركز الشبابي تاع اللي موجود في اي في جنجلة، اللي موجود في جنجلة مش في جنجلة يتبع منزل بورقيبة، خاطر كي تقول من جنجلة نوليو في تينجا راهو كيك تولي بلدية تينجا. ان شاء الله هذاك زاد كيف كيف يلزم يكون فيه معناها انا في بالي فما بلوكاج نتاع سوم معينه مازالت ناقصه شويه، كيف كيف هذاك راهو بالشراكه زاده مع المجتمع المدني نجمو يكون فضاء كبير يستقبل العائلات ويستقبل لي جون ونخدموا عليه معناها كوم الفو. وراهو انا نقول راهو مش الامكانيات بركه، نقول حتى النية وإذا فما عزيمة باش نوصلوا الحاجة نجموا نوصلوا لها بقدرة ربي. تفضل. شكرا سي مسعود. توا نمروا المدام سامي بني وطني. تفضل. شكرا. بالنسبة لنحنا في بني وطني احنا باش نحاولوا نقربوا الثقافة للمواطن ان شاء الله. يعني الشباب منزل بورقيبة يلزموا يلقى اكثر فضاءات في منزل بورقيبة باش يمشي ينشط فيها. يعني منزل بورقيبة ما تنقصهاش العقارات، فما برشا عقارات فارغة وخالية وعلى ملك البلدية. يعني علاش ما نستغلوهاش العقارات هذه الكل وما نكرسوهاش الخدمة الشباب. ويلزمنا زيادة نشاركوا الشباب وناخذوا رأيه في المسائل هذية. يعني الثقافة هي شأن شبابي والرياضة كذلك هي شأن شبابي. يعني الشباب يلزمهم يشاركوا في معناتها تكوين نوادي للشباب اللي ينجموا ينشطوا فيها في منزل بورقيبة. ويلزمنا زيادة نوفروا زيادة الموارد البشرية معناتها الثقافية اللي باش تتلهى بالشباب هذا. يعني شباب منزل بورقيبة يلزمنا نوفروا له المساحات اللي باش ينشط فيها، ونوفروا له زيادة كذلك الإطارات اللي باش تتلهى به. ونرجع لنقطة مهمة برشا بالنسبة للفضاءات هذية، نرجعوا للفضاء متاع رياض الأطفال. يعني روضة البلدية هذية يلزمنا أن نرجعوها يعني كفكرة، ونرجعوها معناتها كفضاء معناتها مهم جدا للمنزلي من الناحية المادية وكذلك من الناحية الثقافية. دونك والدور دار الشباب ودار الثقافة معناتها هما من أهم الفضاءات الثقافية في منزل بورقيبة. معناتها بالنسبة لي نحن شوية ما يلزمش تكون في منزل بورقيبة ب 55 ألف مواطن، معناتها ما يلزمش تكون فيها دار شباب واحدة ولا دار ثقافة واحدة. معناتها يلزمنا نوسعوا ويلزمنا نكثروا من هال الفضاءات هذه. شكرا مدام سامي يعطيك الصحة. وتوا نكملوا مع سي عمارة حركة نهضة. تفضل. شكرا. هو المبدأ اللي نتفقوا فيه الكل انه من حق شباب منزل بورقيبة واهل منزل بورقيبة في الثقافة وفي الترفيه. تبقى كيف نحكيه على الموضوع ذا يلزمنا نفرقه ما بين ثلاثة مواضيع ولا ثلاثة مستويات. ما بين الاختصاصات المطلقة البلدية اللي تمس خاصة رياض الأطفال ودور الشباب في إحداثها في صيانتها وفي تعهدها وفي الإشراف عليها.
والمستوى الثاني هو يعني السلطات المنقولة. هنا في علاقة مع سلطات الإشراف مع الوزارات المعنية. البلدية ممكن باش تتعهد ب يعني أنشطة ثقافية بعد يعني بعد تمكينها من يعني من المركز من الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاز. المستوى الثالث هو المجتمع المدني، واحنا اليوم في ضيافة يعني جمعية وبرشا من الحاضرين منتمين للجمعيات. الجمعيات هي النواة الأساسية في كل ما يخص الثقافة، كل ما يخص الترفيه. البلدية يمكن في خصوص تهيئة الأماكن، تهيئة الفضاءات، أما المجتمع المدني الشباب منزل بورقيبة هو المسؤول على التنشيط، مسؤول على يعني خلق الثقافة إذا يجوز التعبير. كذلك البلدية إنه إشرافها على كل ما يمس الثقافة، كل ما يمس الترفيه. نذكروا انه في خصوص الرياضة مثلا عندنا الاشكاليات المتعلقة بالملعب منزل بورقيبة، كذلك فما حديث على مضمار العاب القوى، ونعتقد انه باش يكون عنده تأثير كبير على منزل بورقيبة. كذلك اذا نربطوه مع المشروع يعني اللي يدور عليه الحديث تويكه، هو في خصوص مضيف جنجلة. إذا يتوفروا الزوز المشاريع هذوما ويصير معناها إنجاحهم ويصير استكمالهم، اعتقادي أنهم يكونوا لبنة مهمة ياسر في خصوص يعني تنمية الثقافة والترفيه لأهل منزل بورقيبة، لشباب منزل بورقيبة. تبقى نرجع نقول أنه المسؤولية كبيرة على الشباب، على الجمعيات، على كل من يأنس في روحه أنه ينجم ينمي الثقافة والترفيه في منزل بورقيبة. شكرا لك. صح سمارة، وشكرا للثلاثة مترشحين. نحب نذكر مرة أخرى اللي بالمحور الأخير في هذه الحوار، أن نستقبلوا في الأسئلة متاعكم. إذا كان عندكم أسئلة تحبوا تسألوها المترشحين تفضلوا، مرحبا بكم. المحور الأخير اليوم باش يكون على مسألة مهمة ياسر، مسألة حساسة. اقترحتوا برشا حاجات، لكن شنية الموارد نتاعكم؟ هل أننا حاضرين؟ هل أن فما حاجة اللي هي نجم نحققوا بها المسائل هذه ولا لا؟ مسألة الموارد البلدية باش يقدمها لنا، باش رجعنا أخونا فؤاد. تفضل فؤاد. عندي برشا ما تكلمتش، مش نرجع نتكلم الحمد لله. بون، بالنسبة لي أنا سؤال، نطرح سؤال. بون، الوراق يزيني من الوراق، حضرت برشا اوراق. انا كيفاش الموارد البلديه الماليه للبلديه باش تحقق؟ كيفاش وانت ما عندكش عقارات؟ نحن الاحزاب القوائم الكل كاتبه عقار تاع روندو اللي باش يعملوا فيه المضمار الاولمبي، والعقار اللي باش يعملوا فيه المركب الشبابي. خلف هالعقارات هذيا ما نتصورش منزل بورقيبه عندها عقارات اخرين، هذا حسب علمي انا البسيط يعني، فهمتني؟ فما حاجة أخرى، كان البلدية ما عندهاش موارد مالية خلف الضرائب اللي هي ما فماش، حتى حد ما غن تصوره قاعد مشكلة الزبلة والخروب. شكون يخلص في الزبلة والخروب؟ وكيفاش باش تقاوموا الحكاية ذي؟ شكون؟ والعقارات متاع البلدية ما عندها، نتصور أنا 2000، ما نتصورش أنا أكثر من 2000 حانوت ولا 2500 حانوت حسب النمر، ما نحبش نحدد بلي شيفر. أما الضرائب زاد على الحوانت وعلى القهاوي اللي قاعدة حتى حد ما قاعد ياخذ فيه، كيفاش باش ترجعوا هذا الكل؟ خاصة الضرائب. العقارات أنت تقول لي باش نعمل وباش نقادي وباش نقد، ما فما حتى بلاصة باش تعمل فيه. ثالثا ورابعا، كان باش تستثمر أنت في الموارد نتاع الترابيه نتاع منزل بورقيبه، باش تشري، باش تستثمر، تقول نشري عقارات ونبني فيها. منطقه صناعيه ما عندناش، عندنا منطقه حره، والكلاسمون تاع المنطقه الحره كلاس ا، يعني اي مستثمر باش يجي لمنزل بورقيبه
باش يقول نمشي انا للنفزه ولا نمشي للماطر ولا نمشي لبلاصه اخرى، يمشي للماطر هي اقرب لهنا خير لي باش نجي لمنزل بورقيبه اللي هي الكلاسمون نتاع نتاع المنطقه الصناعه المنطقه الحره كلاس أ، يعني خلص التريبل اللي باش يخلصوا في ماطر ولا باش يخلصوا في بلاصه اخرى. منطقه صناعيه وين باش نعملوها؟ زاد كان باش نعملوا منطقه صناعيه، هذه من اكثر الحاجات الماليه كان باش نحكي هكايا. ما نحبش نقول اللي البلاد ما فيها حد شيء، البلديه ما فيها حد شيء. وكان باش تحكوا عن النظافه يلزمنا قلنا في الموارد، ونعرفوا نحن خذينا الاستاتستيك نتاع الموارد نتاع البلديه، موارد البلديه لا ما عندناش يعني. وكما قلت بكري البلاد تاع فيها الحشيش، ما عندناش باش نشرو ماتريال، ما عندناش باش نعملوا، ما عندناش باش نشرو ماكينات، ما عندناش وما عندناش وما عندناش وما عندناش وما عندناش بلايص زاد باش نستثمروا فيها. كيفاش وكا هو ذا سؤالي يعني. يعطيك الصحة فؤاد، ظل السؤال واضح، ما عندناش، والسؤال هو كيفاش؟ يعني التحدي نتاع نقص العقارات البلدية وكيفاش نجموا نتصرفوا في المستقبل وكيفاش زاد كيف نخلصوا اللي فات. هذه كانت السؤالات نتاع المحور الخامس. وقبل ما نمروا الإجابات نتاع المترشحين، عملية القرعة باش تحدد لنا شكون شنو ترتيب المتحدثين. المتحدث الأول باش يكون من بني وطني، مدام سامية مرة أخرى. ثم حركة النهضة، ثم نداء تونس. شكرا. نمر المدام سامية، تفضلي الكلمة. باهي، بالنسبه لي انا ما عنديش معرفه شامله بالموضوع هذايا. ما نعرف انا اللي الميزانيه معناتها نتاع البلديه نتاع منزل بورقيبه هي في حدود 7 مليارات و800 الف دينار، وقابله للارتفاع ان شاء الله من العام الجاي. يعني هذه الميزانيه يلزمنا كما نقولوا احنا نموتوا فيها، مش نموتوا فيها نحيوا فيها، اما يلزم ترشيد معناتها التصرف فيها، معناها اهم حاجه هذه. ولازمنا زاد نمشيو نلوجوا على عقارات اخرى معناتها في مناطق اخرى كما جويوده كما ام هاني كما البلاط، معناتها موجوده العقارات معناتها. وحاجه اخرى زاد نجموا لازم احنا بالنسبه لينا في بلديه منزل بورقيبه لازم نبحثوا على موارد اخرى، وكيف زاد الجبال المحليه لازمنا زاد نسعى وراها، معناتها لازمنا نعملوا جبايه محليه، يلزمنا كيفاش نقولوا معناها نستخلصوا جبايتنا، ما كانش ما نجموش نعملوا حد شيء في بلديتنا. تفضل. يعطيك الصحه مدام ساميه، كانت هذه الاجابه نتاع مدام ساميه من حزب بني وطني. تو نمروا لحزب حركه النهضه مع سي عماره، تفضل لك الكريم. هو الخلاصة متاع السيد اللي قدم انه ما عندناش، لا انا نقول لك عن كيفاش عندنا فما موارد عادية، موارد اعتيادية هي الجبال. انا باش نعطيك كل محور وطريقة التعامل معه. بالنسبة للجبال فما زوج سبل، هو الاول السنسيبيليزاسيون، معناها انك المواطن يفهم، وانا واحد منهم، انه الخدمات اللي يطلبها من البلدية لازم يخلص الأداءات البلدية. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، دور البلدية إنها تبحث على مواردها، على فلوسها عند المواطنين وكذلك عند المؤسسات، لأنه فما نوع من الضريبة على المؤسسات هي تي سي ال، الترجمة نتاعها ما استحضرهاش، تي سي ال لدى المؤسسات، ومن الممكن انه توفر موارد كبيرة. وعلى حد علمي مانيش نستخلصوا فيها، خاطر يصير استخلاصها عن طريق القباضة وزارة المالية، واليوم راه تبدلت المنظومة انك الجباية متاعك كبلدية من حقك. هذا في خصوص الجباية. في خصوص الاستثمار، البلدية ولا اليوم عندها الحق وعندها الامكانية باش تستثمر. بقى احنا نقولوا ما عندناش فلوس وما عندناش عقارات، كيفاش نعملوا؟ ممكن مش نعمل كيفاش؟ انا عن طريق تجربه بسيطه في العمل الجمعياتي، انك تتوجه للخواص وتتوجه حتى للداعمين من برا الاجانب،
ممكن باش توفر موارد وممكن باش توفر موارد اللي تمكنك من انجاز المشاريع اللي ترغب فيها. فمشاريع زادة راهو مهمة، واعتقادي انه نأسفوا انه ما فما غاضين عليها الطرف شوية في خصوص النظافة، في خصوص الفضلات، في خصوص الزبلة كيف ما سموها، راهو الزبلة مطيشة خاطر الي ديبريسيوني، خاطر ما عندهاش قيمة. لجور تولي نفهموا ونتأكدوا اللي عندها قيمة في الراسكلة وفي انتاج الغاز. تقول لي بلكش مشروع يتطلب برشا ومنين جتنا الامكانيات، ممكن بش ممكن انجازه بامكانيات بسيطه في الراسكلة، خاطر اليوم كان اللي يتبع الميدان هذا يعرف اللي الراسكلة فما البرباشة وفما زاد الاثرياء اللي يجنيوا فلوس برشا من الفضلات. كذلك راهو فما معطى اخر، وسامحوني باش نزيد شوي، المعطى اخر هو معطى التعديل بين البلديات. راهو اذا انت بلديتك ما عندهاش فلوس راك تنجم تاخذ من الدوله حقك، تنجم تطلبه وتاخذ. يعطيك الصحه، شكرا سي عمارة. توا نمروا سي مسعود من نداء تونس، تفضل لك الكريم. بارك الله فيك. بالنسبة للموارد وكيفية جلب الموارد ولا تنمية الموارد، أول حاجة يلزم فما مبدأ مهم هو ترشيد النفقات. ثاني حاجة يلزمنا نعمل ضبط دقيق للملك البلدي. ثالث حاجة بلدية منزل بورقيبة راهي من أكثر البلديات اللي عندها ملك مناع عقاري، واللي نعرف وانا حسب اللي موجود اللي فما برشا مشاكل في استخلاص الأكرياء البلدية، وفما نسبة لا يستهان بها في استخلاص الأكرياء البلدية، وراهو شفر كبير برشا معناها قاعد مش مستخلص. نحن كحزب نداء تونس على المستوى الوطني ومشروعنا هذايا وفكرتنا وبرنامجنا على مستوى البلديات اللي مترشحين فيها كل، نحن باش نحاولوا كحزب موجودين في مجلس النواب استصدار قانون عفو يهم جبايه الزبله والخروبه في نسبه معينه لتشجيع المواطن للقدوم وخلاص المعالم، كما على غرار ما تعمل السنساس ولا وزاره الماليه باش نشجعوا المواطنين انهم يجيوا يخلصوا الجبايه نتاعهم. كيف بالنسبة لتنمية الموارد، فما نجمو نفعلوا وتكون حاجة أكثر فعالة هي الشراكة مع البلديات الأخرى، ومنزل بورقيبة من البلديات الرائدة في المجال هذا، خاصة في تدعيم أسطول معناها نقولوا نحن الماشين اللي نخدموا بهم. بالنسبة للعقارات وكيفية إيجادها، نحن باش نحاولوا نتوجهوا للملك الدولة وإحداث عن طريق أمثلة التهيئة العمرانية الجديدة، نحاولوا إحداث منطقة صناعية اللي تكون عندها مردودية اقتصادية على البلدية. بالنسبة لحكاية تنمية الموارد، أنا نظن راهو الفلوس نجموا نلقاوها ونجموا نخلقوها ونجموا راهو سي تري فاسيل أنك تنجم تطلع الميزانية، تتوفر شوية إمكانيات وبرشا عزيمة بقدرة ربي نقاوها الفلوس راهي موجود. وإذا كل مواطن يحرص على أداء واجبه تجاه بلديته بخلاص المعاليم المستوجبة عليه، تكون الميزانية وتكون الموارد المالية أكثر برشا. ما قدوش نستناو معناها في المرشحين بتاع الانتخابات البلدية اللي نجيو هما يخلصوا بشي قوي وشوية الكوتا معناها بتاع الاستخلاص. هذا هو معناها جروسو مودو. يعطيك الصحة سي مسعود. كان هذه الإجابات على سؤال الموارد البلدية، وتوا عشنا بالأسئلة نتاع الجمهور. حاضرة بعد الأسئلة باش يكون فما 3 دقائق لكل واحد باش يجاوب.
السلام عليكم، شكرا للحضور. شكرا على الحضور الكل، وبارك الله فيكم على لمع. شكرا كيف كيف للمترشحين. عندي زوز أسئلة. السؤال الأول هو بخصوص تطبيق القانون، يعني كيفاش المقاربة متاع المترشحين في تطبيق القانون، لأنه براتيكمون المحاور اللي حكينا فيها الكل، إذا كان نعملوا خلاصة نقول إشكالياتهم الكل هو تطبيق القانون، يعني لأنه دائما فما جانب الاجتماعي جانب تنمي ديما المطلق هو تطبيق قانون. والنقطة الثانية، السؤال الثاني اللي خاصة في كي جبدنا عن المساحات الخضراء ونقاط السوداء، فما جانب حب نعرف المقاربة نتاع الخيان اللي هو جانب التنموي في بعد في علاقته بالبعد نتاع المناطق الخضراء، لأنه اليوم بلدي نعرف عندها إشكالية باش تلهاها بالنقاط السوداء والنقاط الخضراء اللي هي سورس نتاع خلق مواد تنشط، بعث مشاريع نتاع طالبي شغل نجم نشجعوهم ويحلوا مؤسسات ويولوا هما يتلهاو بالمناطق الخضراء هذه. دونك حبيت نعرف المقاربة نتاع الخيان في الزوز نقاط هذه. شكرا. يعطيك الصحة. فما سؤال اخر؟ فما سؤال اخر؟ تفضل. بارك الله فيكم على الاجتماع، ونشكر ياسر اول مره راه اجتماع كي بون. عايش في فرنسا ومنتمي للاسوسياسيون هذيك لونيون دو كارتي يسموهم، وان بليس تفاجأت اللي ثم الشباب هذوما اللي نعملوا عليهم. شبونس اني يمكن انا اكبر واحد فيك. على كل حال سؤالي يرجع لسي مسعود ديدا تونس، السؤال نتاع سي فارس اللي قال لك الأولوية في منزل بورقيبة شنو اللي باش تعمل؟ الأولوية اللي الحوم الكل وكل شيء أقل حاجة قدامنا نهج هذايا نهج محمد علي، شوفوا في الشتاء وشوفوا وقتاش بدا وكل شيء، هذايا تستنى حسب رأينا أولوية الأولى. من بعدها ديجا تكلمنا قبل عليها قالوا أنتم تسكنوا في حي راقي ولا علينا. والثاني حاجة هو كما قال لك نمشي للشلاغبية ونمشي اللي في البرد هذوما كيفاش عايشين الناس، واحد ربي يعلم عليه. وبارك الله فيك. يعطيك الصحة. تفضل. السلام عليكم. أنا عندي سؤال صغير. الرؤية متاع البلدية متاع المترشحين الجدد، يندرى فكروا في مشاريع ولا في بعض مشاريع ثقافية للشباب والغير الشباب؟ خاطر حسب ما قريت أنا في برامج الكل الموجود ما فما حتى حزب ولا حتى قائمة قالت راني باش نبعث مشروع ثقافي. والسلام عليكم. يعطيك الصحة. نزيدوا سؤال آخر. السلام عليكم. نحب نبدأ سؤال ممثل نداء تونس كي في تنمية موارد البلدية، قال كي تتوفر شوية إمكانيات وعزيمة نجم نرفع في الميزانية. تجب تسأل سؤال عام للثلاثة. هو سؤال موجه للكل، أما هو الكل بني وطني وحركة النهضة ونداء تونس بالطبيعة. قال كي تتوفر شوية إمكانيات وعزيمة نجم نرفع في الميزانية البلدية، نجم نعرف شنو الإمكانيات اللي تنجم تتوفر باش نرفع الميزانية. وفيما يخص مجلة اللجان المحلية، شنو الاستراتيجيات اللي وضعها الأحزاب المترشحة القائمات المترشحة في الانتخابات البلدية في تدعيم وخلق، خاطر نشوف عزوف تام من المواطنين في الحياة السياسية ولا في تدعيم في المشاركة تقصد؟ المشاركة التشاركية بين المواطن والبلدية، شنو الاستراتيجيات اللي وضعها في البرنامج نتاعها؟ يعطيك الصحة. شكرا. ظل نتوقفوا ولا مازال؟ تفضل. اخر سؤال. برشا أسئلة باش نعطوهم وقتي، هم باش ياخذوا الدينوت وبعد يجاوبوا عليه مع بعضهم. إذا كان باش نزيدوا سؤال آخر نتصور نمشوا 4 دقائق على الأقل. السلام عليكم. مرحبا بكم بحذانا. عندي زوز أسئلة. المواطنين اللي ما يستعملوش لي ريزو سوسيو ما يقراوش،
كيفاش باش تم عملية تواصل معهم؟ والسؤال الثاني كيفية إنتاج مشاريع لصالح البلدية؟ شكرا لك. صحة لو كان نلخص بسرعة الأسئلة اللي طرحت، السؤال الأول كان على تطبيق القانون، كيفاش يتم تفعيل تطبيق القانون. حاجة الثانية على الجانب التنموي لما سألت المناطق الخضراء. الثالث كان على الأولويات. الرابع على المشاريع الثقافية. الخامس كان على الإمكانيات، ما هي الإمكانيات الموجودة حاليا، تشخيص الإمكانيات الموجودة حاليا. ثم ما هي الاستراتيجيات لتدعيم المشاركة في الانتخابات، المشاركة بصفة عامة. وسادسا المواطنين الأميين أو اللي غير قادرين على أنهم يكونوا موجودين في المواقع الاجتماعية أو الانترنت، ربما كيفاش باش يتم الاهتمام بهم. وأخيرا نتصور تعاود المسألة على مسألة المشاريع اللي باش تقوم بها البلدية في حد ذاته. ممكن لو كان نطرح سؤال بسيط برشا ممكن للمترشحين اليوم، باش نعقب على مسألة الأولويات. هل أن ممكن مثلا كل مترشح يعطينا بصفة واضحة زوز أولويات، أولوية مثلا يلزم تصير قبل ما يوفى 2018 لو كان يكون في مجلس البلدي وقادر أنه يعمل الشيء هذا، وحاجة في المدى المتوسط تاع عامين ثلاثة يلزمها تكون تصير مثلا؟ إذا كان كل واحد ينجم يذكر لنا زوز مشاريع مهمين، واحدة عاجلة يلزم تصير في الأشهر القادمة، واحدة مثلا تنجم تصبر استراتيجيا عامين ولا ثلاثة باش نحققها. شنو هي الحاجات المهمة بالنسبة لهم اللي يلزم تصير في منزل بورقيبة في الوقت هذا؟ بطبيعة فمن الأسئلة الأخرى، إذا كان حبيت تختاروا الأسئلة تشوفوا اللي هي أهم باش تجاوبوا عليها في أربع دقائق، باش ناخذ أربع دقائق المرة هذه خاطر فما أسئلة برشا طرحت. يعطيكم الصحة على السؤالات. وتوا كيف كيف باش نعملوا قرعة زادة. المتحدث الأول باش يكون من نداء تونس، سي مسعود، ثم النهضة، ثم بني وطن. شكرا. به حاضر سي مسعود، تفضل سيدي، عندك أربع دقائق. وبالنسبة للأسئلة، فما أسئلة ما أنا توجهت الشخصي والقائمة اللي نمثلها أنا. بالنسبة ل مانيش باش نجاوب، باش نجاوب معناتها على حسب التسلسل نتاع الأسئلة، مش باش نمشي لنا. بالنسبة لتطبيق القانون، والله رأيي أنا ورأي معناها القائمة اللي نمثلها، معناها لا جدال في تطبيق القانون. معناها الناس كل القاعدة القانونية هي قاعدة عامة ومجردة، معناها القانون سوف يتم معناها تطبيقه على الجميع بنفس معناها بنفس ما غير ما فما. انت تو تقول لي فما، نعرف اللي فما مثلا على سبيل الذكر اللي فما قرارات هدم غير مطبقه، اللي فما كذا، هذا كله باش نشوفوه وباش ناخذوا فيه القرار. معناها القرار باش يمشي فيه المجلس باش يطبق، وكهو معناها لازمنا شويه نظام وشويه احترام القانون، وهذا معناها شيء مفروض معناها في دوله القانون المؤسسات وفي عهد الديمقراطيه. بالنسبه للمساحات الخضراء والتصرف فيها، انا نظن انه صحيح فما فكره انها اسنادها مثلا لحاملي شهادات ولا للشباب العاطل عن العمل والتصرف فيها، وتكون تخلق منها مورد معناها شغل، منها زاد تحرك شويه البلاد وتعمل دوره اقتصاديه ويبدا فما فضاء ترفيهي. لكن يلزم الاسناد هذا يكون بشروط موضوعيه، وخاصه يلزمنا نحافظوا على الطاقه الشرائيه. معناها إنسان زادة باش يقعد في جردة زادة مش باش يخلص، معناها يبدأ بو عائلة ولا يقولوا نحن زوالي ودخل محدود باش يجي باش يقعد في جردة ولا حاجة باش ترسلوا خلص فلوس. معناها يلزمنا نشوفوا ديما حاجة معناها نقولوا نشدوا العصاب من الوسط، معناها من مش معناها مصلحة على حساب مصلحة أخرى. بالنسبة للأخ اللي طرح شنو هي الأولوية، معاش نسألني على نهج محمد علي وبعد مشال الشلغمية تو، معناه ما فهمتش شنو. انا بالنسبه لي الاولويه شوف الاولويه لا شوف اسمعني، نحن الاولويات باش نقول لك حاجه. الاولويات نحن وقت طرحت علينا الاسئله طرحت راهو معناها مبوبه
حسب موضوع الثقافة الاجتماعشنا الاقتصاد كذا كذا، جاوبنا على الأولويات متانا في كل مجال. وبقينا أنا بالنسبة لي أنا ورأيي الشخصي هذايا وحتى ماشيين فيه في القائمة، إنه معناها نظافة معناها من أولوية الأولويات. بالنسبة أنا حبيت نرجع للشلغمية، الشلغمية راهو معناها فما يزمنا معناها كبلدية كي تعمل مثال تاهي عمرانية يمشي متاع 10 و 15 و 20 سنة. تو الشلغمية فيها معناها مثال تاهي عمرانية من عهد فرنسا، ولم يقع تطبيقه ولم يقع احترامه، ومشي معناها نشوفوا فيها لونجا كيفاش طالعه والبني كيفاش طالعه. من بعد حتى انت كي تجي باش تعمل كياس وباش تعدي ماء ولا ضو ولا ناس تتكلف برشا، وناس تو كلها تو شلغمية تشوف فيها هذيك كل مكثرها راهي بلاش رخص ومكثرها ما غير تيتر، معناها ناس شاريه معناها. ونعرف انا فما مواطنين اتصلوا بي مؤخرا ما عندوش الحق، ما عطاتوش البلديه الماء والضو على خاطر بني ما غير رخصه، ويجيك فهمتني هاو كليها 4 متر في الكياس، هاو بناء في وسط بطحة فما شكون باني في وسط الكياس، معناها بروجي محطوط باش تعدى في الكياس باني غاديك. ونعطيك حاجة معناها مكثر الشلغمية لا فيها أنهش ولا فيها ترقيم، معناها الشيء هذا كله راهو مشاكل مشني متأتية ما فماش مثال تاعي عمرانية واضح الناس كل تمشي عليه. أنا كي نشري طبعا بتاع تراب نعرفها جاي في كياس ولا مش جاي في كياس، مش كل واحد يبني ويجيب المهندس متاعه ويكايل ويبني كيف ما جاي. هذا يراه المشاكل من قلة النظام. ونرجع لتطبيق القانون بتاع سيمينيس. لا عاد خلينا نكمل، عاد فما أسئلة جو معناها أنا قاعد تو نجاوب على أسئلة معناها باش تولي نتجاهلوا، ما هو باش نحترموا زاد الناس اللي سألت ما معش أنا مانيش باش خاطر زيدوا دقيقة أخرى ناخذ وقت القائمة الغايبة. القائمة الغايبة بالنسبة لا مانيش باش نقعد ربع ساعة، لا مانيش باش نتعسف راهو مانيش باش ناخذ من وقت غيري ولا حاجة. بالنسبة للمشاريع الثقافية أنا قلت في البرنامج نتاعنا معناها السينما أولمبيا راهو البلدية معناها كقطاع عام وك معناها تمثل الدولة، البلدية راهي باش توفر الإطار والمشروع الثقافي معناها مش البلدية باش توفر لك الإطار، توفر لك الدعم المالي، تعاونك في استجلاب المستشهرين، تعاونك في معاشنا في التنظيم، لكن الفكرة والمجهود والعمل في حد ذاته الثقافي راهو هذه خدمة جمعيات وخدمة الشباب. وأنا نتصور معناها البلدية حتى معناها باش يطلع الموزايك ممثلة فيها القائمات ولا باش تطلع فيها قائمة ولا اثنين، معناها ما نتصورش باش نلقاو معناها إشكالية فيها هذه معناها ستة. معناها نحن بالنسبة لنا نحن نداء تونس الثقافة والفن والمسرح راهو معناها حق كيما التعليم والصحة. بالنسبة للأخ سأل على الإمكانيات باش ترفع في الوقت اللي انت تجي في البلدية تحط موظف يخدم لك في سيرفيس كونتونسيو كراوات وشكايات وقضايا وجلسات ويتابع في محامي ويتابع في عدد المنفذ ويجري منه ومنه ما نجمش يختمها من الخدمة كل على خاطر وريتو الركوفرومون بتاع البلدية يزمك توفره على قليلة زوز ثلاثة من الناس على خاطر انت ماكش باش تمشي تور وترفع به قضية تقول له خلصني في الكراء ولا خلصني في الاستخلاص جبائي. فما مرحلة اللي قبل فما مرحلة صلحية فما أعمال معناها يقوموا به أو حتى الأستاذ يعرف معناها فما صلح ملو نمشي كونتاكت ديريكت هذا ما نجمش إنسان استحالة مادية باش يوفر الوقت باش ينجم يخدم وراه. بالنسبة للتواصل مع المواطنين بالنسبة للتواصل مع المواطنين قلت لي أمين 10 ثواني. انا قلت بكري راهو فما اتصال مباشر معناه وقت ان نحن نعملوا لي سونداج مش على الانترنت برك راهو قاعد في بيروك راهو السونداج وقت انت باش تمشي تعمل حاجه في حومه ولا في حي راهو ما فيهم شيء. نحن معناه الاحياء حتى ولو كبيره ودنيا نعرفوهم تقسيم نعرفو كذا نجم ندور عليهم دار هانا تو القائمات ندور عليهم دار شنو المشكله كيفاش نعاودوا نرجعوا لهم فما حتى مشكله. وشكرا. شكرا مسعود. توا نمر لحركة النهضة مع سي عمارة تفضل.
البداية مع تطبيق القانون. أنا رجل القانون وكل القانون جعل ليطبق، ما لازمناش نختلفوا فيه الموضوع ده. يطبق على المواطن زاد يطبق على البلدية. البلدية لازمها معناها الحقوق والالتزامات اللي عليها لازمها توفرها، ولازمها تطبق القانون على سواسية بين المواطنين، لا فرق بين غني وفقير وبين واصل ومش واصل. هذا مبدأ عام، ما نعتقدش انه في حاجة الاستثناءات. القانون واجب ان يطبق على الجميع. تبقى في خصوص السؤال الثاني هو التنمية والمناطق الخضراء، يظهر لي فما مقاربة جديدة تويكا نحكي عليها على علاقة ما بين التنمية والبيئة، البعد البيئي في خصوص التنمية، خاصة في خصوص المشاريع الصناعية وتأثيرها على البيئة، وكيفاش الآليات اللي ممكن نعتمدوها باش بور كومبلي الإشكال هذا. فما يعني توجهات جديدة على المستوى العالمي هو في خصوص يعني صاحب المشروع ولا المصنع يجب عليه أن يعني يوفر للمنطقة ولا معنى الدائرة البلدية اللي بعث فيها المشروع يعني قطع لمعالجة المسائل البيئية. هذا توجه جديد تونس أكيد باش تمشي فيه، خاطر المطالبة على المستوى يعني الانفيرونمونتال قاعدة معناها مطالبة قوية، وأكيد أنه باش تمشي فيه. والأكيد زاد منزل بورقيبة، خاطر نحكيه على معناها مشاريع ملوثة في منزل بورقيبة. اعتقادي أنه حق المواطن في بيئة سليمة البلدية هي اللي لازمها تكفله. في خصوص التشاركية، هذا معناها مطلب يعني انه المواطن يشارك في اتخاذ القرار، في المراقبة وفي المحاسبة. راهو عنده الحق باش يكون هو صاحب القرار في الانتخابات البلدية اليوم وغدوة، كذلك زاد في دراسة نقولوا احنا مشاريع وفي المصادقة عليها، وحقه في المتابعة كذلك، وحقه في المراقبة، وحقه حتى في المحاسبة. بالنسبة للتواصل، انا فما كلمة قلتها برشا مع المواطنين، هي متسناش البلدية بتجيك، إجا المواطن مطلوب منه مهما يكون يقرأ ما يقراش، صاحب شهادة عليا واللي كان، يلزم كل ما يخص حياته، كل ما يخص علاقته بالبلدية، يلزم هو اللي يبحث عليه، هو اللي يطالب به. والنهار اللي البلدية ما تسمعوش، راي حلت بالحق، معناها حلت على روحها بلا، لأنه هذا مطلب اليوم نتوجه للناخبين باش يجيو صوتوا، باش يعطيو ثقتهم للقوائم. غدوة عنده الحق باش يجي يسأل، وعنده الحق باش يحاسب، وعنده الحق باش يراقب قبل المحاسبة. بالنسبة لل في خصوص يعني حكى سي بشير على انه عندنا مشاكل في لاسيتي وعندنا مشاكل اخرى في المناطق الريفية ولا في الشلغمية، انا نقول انه كل منطقة عندها الاحتياجات متاعها، والبلدية من باب العدل بين المواطنين متاعها انه توفر لكل جهة النقائص متاعها بطبيعة الحال في حدود الامكانيات، وبطبيعة الحال انها مطالبة باش يعني تجيب الاعتمادات وباش تحط الدوسيات على الطاولة في المستوى المركزي. راهو فما العديد من الصلاحيات ماهيش المباشرة للبلدية، المجلس البلدي، اعضاء المجلس البلدي مطالبين باش يتواصلوا، مطالبين باش يتنقلوا ولا باش معناها باش يدخلوا في الحوار مع المركز، المطالبة بالمشاريع، المطالبة بالتمويلات الضرورية، المطالبة زادة كذلك بالإمكانيات لإنجاز المشاريع.
المشاريع بالنسبة للمشاريع الثقافية نرجع ونقول إن البلدية راي توفر الإطار، توفر الإطار الزماني والمكاني، توفر الفضاءات ميرا العهدة ولا معناها المطالب هو راو ولد منزل بورقيبة اللي يأنس في روحه باش يكون فاعل على المستوى الثقافي يتفضل، ونهارت اللي البلدية ما تسمعوش عنده الحق باش يعبر. ماشي فما السؤال اخر نسيته. شكرا. شكرا سي عمارة. توا نكملوا مع مدام سامية، تفضل. شكرا. بالنسبة لنحن معناتها تطبيق القانون من أهم الواجبات معناتها علينا احنا كبلدية، يلزمنا نطبق القانون، وإذا كان القانون ما تطبقش عنا معناتها ركور للشرطة ولا للشرطة البلدية ولا حتى للشرطة البيئية، معناها الكلنا لازمنا نتعاونوا باش نطبقوا القانون في البلدية. وبالنسبة للأولويات، الأولويات عندنا احنا معناتها في القائمة بني وطني، الأولويات هي النظافة أهم حاجة عندنا احنا، والتخلص من النقاط السوداء في منزل بورقيبة الكل. كما قال السيد مبكري، منزل بورقيبة كلها نقطة سوداء، معناتها تخلص من النقاط السوداء في منزل بورقيبة، التنوير العمومي، بعض المناطق ما فيهاش تنوير عمومي بتاتا، يعني يلزمنا نوصلوا لهم التنوير، والبنية التحتية معناتها طرقات لازمها تتصلح، لازمها تتصلح، هذه من اهم معناتها من الاولويات العاجله بالنسبه لنا احنا. وكذلك ربط بعض المناطق خاصه الريفيه، ربطها بشبكات، اول حاجه معناتها ربطها بشبكات للمياه الصالحه للشراب، وكذلك ربطها بشبكات التطهير، على خاطر مشينا احنا على عين المكان وشفنا ولاحظنا اللي برشا مناطق شبكات معناتها شبكات التطهير فيها منعدمه بريسك. بالنسبة للبعث المشاريع والتنمية والمناطق الخضراء، نتصور اللي معناتها المجلس البلدي ولا البلدية ككل تنجم معناتها في تنجم تكون قادرة معناتها على توفير بعض القروض الصغرى معناتها للعاطلين مثلا على العمل ولا على اصحاب الدخل المحدود، تعاونهم باش يحيوا شويه المناطق الخضراء هذه ويحيوا معناتها يحركوا شويه التنميه في منزل بورقيبه، وتكون لهم معناتها كذلك تكون لهم مصدر رزق ولو بسيط. يعني بالنسبه شنو اخر سؤال الاخر، بالنسبه للاتصال المباشر كما قال الاخ، احنا معناتها المواطن يلزمه يمشي للبلديه، يلزمه يراقب، يلزمو معناتها يلزمو يكون على عين المكان، يلزم يكون معناتها يتابع كل 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 ما تقوم به البلدية، يلزم المواطن يراقبه. فما سؤال آخر؟ والمشاريع الثقافية احنا باش نحاولوا نخدموا عليها معناتها كل الناس الكل، معناتها انتوما باش تعاونونا على المشاريع الثقافية. فهمتني؟ هنا قلنا احنا باش نحط نعملوا معناتها نوادي طفولة، نوادي شباب، نحاولوا ان شاء الله. أعطيك صحة مدام سامية. هذه كانت نهاية الإجابات عن أسئلة الحاضرين، يعطيكم الصحة. الأسئلة كانت ممتازة جدا، يعني كانت دسمة والحق تستحق برشا وقت الإجابة عليها، وتبين بالحق الوعي متاع المواطنين متاع منزل بورقيبة، واللي إن شاء الله بقدرة الله يجيه مجلس بلدي يكون التعامل فيه ما بينات المجلس البلدي وما بينات المواطنين يكون متميز ومثمر إن شاء الله. باي نص طول المرحلة الأخيرة، وباش نعملوا دور على الثلاثة متحدثين بتاعنا باش يختموا في ثلاثة دقائق، إذا كان نسوا حاجة، إذا كان يحبوا يضيفوا حاجة، إذا كان يحبوا يذكروا حاجة يتفضلوا، ونكملوا بها إن شاء الله الحوار بتاع اليوم. نعملوا قرعة كيف على أوكي. بداية باش تكون مع حركة نداء تونس ثم ثم بني وطني مدام سامية ثم حركة الناس. سي مسعود تفضل. هو حبيت نعبر على من سعادتي بالتواجد معكم هنا، والحق معناها فما تفاعل إيجابي، وإن شاء الله بدرة كيما هذه تتعاود، مش حتى قبل الانتخابات، حتى بعد الانتخابات
وبعد ما يتركز المجلس البلدي باهي تكون لقاءات دورية وعندها إفادة. حبيت بكري نعرج على حاجة، ما سؤال بالنسبة للتنمية الموارد، راهو البلدية من حقها أنها تأخذ قروض، هي ديجا البلدية نتاع مازو بورقيبة أخذت وقع شراء المقر نتاع تجمع سابقا، وقع شراءه بقرض وسددته معناها، وخاصة توا معناها بالنسبة للشخصية المعنوية للبلدية، هي شخص معنوي راهو من قبل وعنده الاستقلالية راهو من قبل في حاجات، في حاجات لا تو زاد ثورة الاستقلالية هذيا. بريف نحب نقول أنا بصفة عامة نأمل أنه الانتخابات تتم في أجواء طيبة، ندعو المواطنين كل أنهم يجيوا يصوتوا ويعبروا على رأيهم، هذه رأي فرصة تاريخية يزومهم يجيوا يصوتوا ويعبروا وينتخبوا معناها مجلسهم. رأوا المجلس هذا رأوا ماهوش مجلس معناها نواب ولا مجلس بعيد عليهم، هذا رأوا مجلس بقريب ومجلس راهو باش يحكي وصلاحيات وحاجة قدام دارك، فلذا ماذا بينا الناس كل تكون حاضرة في الموعد وتصوت، وماذا بيا زادة كيف كيف يطلع مجلس مهما كانت فيه الانتماءات الحزبية يكون متعاون لخدمة مصلحة مازو بورقيبة أولا وأخيرا وبغض النظر على الأشخاص، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع وشكرا. يعطيك الصحة سيدي مسعود. توا نمروا المدام سامية، تفضلي عندك الكلمة. شكرا. بون بالنسبة لي أنا معناها الصعود للمجلس البلدي مع جميع الخيان اللي باش يكونوا موجودين فيه معناتها ما يكون إلا معناتها يكون شرف لينا أننا نتعاونوا باش ننهضوا بمدينتنا مازل بورقيبة، وباش معناتها باش نكونوا باش نكونوا فاعلين معناتها احنا كحزب سياسي والمواطن في مازل بورقيبة، معناتها المواطن هو اللي باش يكون فاعل وهو هو الفاعل الأساسي في مازل بورقيبة. وشكرا. أعطيك صحة مدام سامية. تو نمروا سي عمارة حركنا. هو كان فما حاجة معناها مانيش مانيش مبالغ نقول لكم ألمتني، هي أنه برشا من المواطنين مش فاهمين الاستحقاق الانتخابي هذا، أثرت فيهم السياسة، أثرت فيهم اللي صاير على المستوى قولوا احنا الوطني برلمان رئاسة وما إلى إيه، واخذوا ومشاو في الاتجاه انه العزوف على الانتخاب. أكثر من هذا هما مش فاهمين اش معناتها انتخابات بلدية وشنو واليوم شنو أثرها على حياتهم، لأنه اليوم البلدية راي تمس المواطن في أبسط حقوقه، في حقوقه الدنيا، في حقوقه في النظافة، في حقوقه في الطريق، في التنقل، في حقوقه حتى في التنمية. البلدية يقولوا إنها ما تشغلش، من البلدية فاعل رئيسي ولازمها تكون فاعل رئيسي في التنمية في الاستثمار. بكري فما سؤال وما جاوبتش عليه، هو الأولويات. أنا لو معناها يسألوني لي شخصي يقول الأولوية هي تنموية واستثمار. تبقى فما حاجات اللي تمس المواطن في حياته، في نظافته، في تنقله، واعتقادي هذوما الأولوية المتأكدة اللي البلدية لازمها تسعى لإزالة النقاط السوداء، إيجاد الحلول في خصوص رفع الفضلات، وكما قلت بكري راه ممكن استثمار، راه هالفضلات اللي معناها ما عندهاش قيمة راه في دول أخرى وحتى في بلدان أخرى راه ممكن استثمار. احنا مناش نعرف فما شكون يعرف ولا انه الفضلات تاع مازو بورقيبة تهبط البنزرت وتصير راسكلتها غادي بشراكة مع شركة ألمانية، علاش ما تكونش مازو بورقيبة هي اللي تثمن هالفضلات هذه.
بالنسبة للتنمية البوتنسيال تاع منزل بورقيبة كبير، تبقى فما إشكاليات على مستوى التعريف بالبوتنسيال هذا، وهذا دور البلدية ربما دور جديد ما تعودناش عليه، هو أنه البلدية تسوق للمنزل بورقيبة كوجهة استثمارية وممكن باش تخلق ثروة وممكن باش تطور الحياة للمواطنين في منزل بورقيبة. في الاخر سامحوني مش ندعي حتى في على حساب الزبلاء، هو اجا وانتخبوا سي تري امبورطون ليكم لحياتكم لكل ما يخص معناها حقوقكم، اجا وانتخبوا وصوتوا للي بون للي تحبوا اللي تراه اصلح. يعطيك الصحه، شكرا. يعطيك الصحه، نشكرك سي عمارة ونشكرك سي مسعود مدام سامي، يعطيكم الصحة الحضور متاعكم وقبولكم للدعوة، ونشكر مرة أخرى الحضور الكريم ومؤسسة الياسمين أنها على المبادرة هذه اللي ثمنها برشا برشا، وبطبيعة كما شفتوا في الأخر اللي الحاجة حاجات الممكن اللي اتفقوا عليها المترشحين كانت ممكن أكثر بياسر من الحاجات اللي ممكن تفرق، وهذه هي الخاصية متاع الانتخابات البلدية، وغدوة باش يتحطوا في المجلس ما عادش باش تشاف برشا الألوان، ما باش يكون التركيز اكثر على الخدمه على مصلحه المنزل بورقيبه، وبطبيعه الاختلاف باش يكون موجود باش يكون مثري وباش يعاون بطبيعه ان القرارات اللي تتخذ تكون باهيه وصالح معناها وتنفع البلاد هذه، وبطبيعه الدور كبير زاد كيف للمواطنين للمشاركه والمراقبه والمحاسبه وعن طريق زاد المجتمع المدني ولا حتى بطريقه مباشره، وبقدره ربي ان شاء الله يصير كان الخير، وبطبيعة ما تنسوش باش تمشوا وتشاركوا وتنتخبوا، وهذه حاجة مهمة وهذا يوجبكم وحقكم زادة كيف حق اللي هو صارت عليه برشا تضحيات واللي هو لازم نثمنوه إن شاء الله. يعطيكم الصحة وبركة الله فيكم الناس كل، وتصبحوا على خير.